تعتبر الإصابات على مستوى عضلات الفخذ الخلفية شائعة في الرياضات التي تتطلب سرعة وقوة ورشاقة، وغالبا ما تحدث هذه الإصابات في كرة القدم عندما يركض اللاعب أو يزيد من سرعة تحركه. وعضلات الفخذ الخلفية هي العضلة ذات الرأسين والعضلة الغشائية النصف والعضلة الوترية النصف. تمتد هذه العضلات من الحوض وحتى قصبة الساق، وهي تسمح بالأساس بثني مفصل الركبة. تتمزق العضلات عندما يحدث اختلال في قوة عضلات الفخذ، إذ تتسبب العضلة الرباعية الرؤوس الأمامية والأقوى من العضلات الخلفية بتمدد عضلات الفخذ الخلفية، وتكون الإصابة حادة عندما يتقطع عدد كبير من ألياف العضلات. تتطلب هذه الإصابة علاجاً فورياً لتقليص الآلام والالتهابات، ويتعين تلياً توفير الراحة التامة للعضلات، ولكن في بعض الحالات تكون الجراحة ضرورية.